والصراع لهذه الطرف بعد لحظات إذن لقاء التبايز بكم قوي يجمع المنتخب أو أحد عناصر المنتخب الوطني المغربي ضد المصري. كوري ياسين بالحزام الأحمر ممدوح بالحزام الأزرق. من الإشارة فقط ياسين سكوري بطل العالم في شيلي عنده ألقاب عديدة على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي. إذا محاولة ديال الدخول في المباراة قبل إعطاء الإنذار من طرف القضاة والحكم بتنفيذ القرار وإعطاء الإنذار الأول. وكاراتيه بمعنى يطلب الحكم من اللاعبين الانفصال. شوف هنا طريقة ديال الحصول على يمكن يطلب مرة ثانية الدخول في اللعيب. حسن السكور ياسين عنده امكانيات عنده فرص أحسن. إذا نقطة لفائدة المصري بذلك كتكون عنده سبقة سجيل سانشو. يحصل على نقطة كذلك المغربي ياسين سكوري ومطالبة المدرب المصري ثلاثة ديال النقاط إيكون. إذا الحكم كي يشير لمراكين إعادة العرض بالفيديو. إذا في انتظار النتيجة ديال المراقبين ديال الفيديو. واش كاين قرار؟ إذا كيبقى البطاقة الحكم كيعمل واحد الإشارة ديال كوري ماسون بمعنى مقبولش مقبولش هذيك النقطة. إذا تعادل نقطة لكل لاعب مع سبق التسجيل سانشو لصالح المصري. إذا سكوري كيمتاز كذلك بالضربات ديال الرجل أو رمواشي. نتمنى التوفيق في هذه المباراة لأن كل مباراة عندها تكتيك ديالها عندها حركة خاصة بها على حسب اللاعب المنافس. بالإنذار الثاني في حق المصري. أو بوتشيس بوتشيس. إذا محاولة الرجل دقيقة
متبقية من زمن المباراة. نقطة ثانية لفائدة المصري، والمدرب المغربي في طلب بنقطة. إذا العرض ديال اللقطة اللي فيها الضربة بليدز يوكو انتظار. إذا كيفقد كذلك المدرب هذه البطاقة هذه. وكراتي انذار ديال المسك في حق ياسين. مازال عنده الوقت. النقطة الثالثة للمصري. حركة قوية جدا. ضربين ثانية مازال. طريقة ديال تداري ضغط على اكيد واحد النقطة اخرى. اربع نقط. بدات كتصعاب الباب على السكور. كيبقى الضربة ديال الرجل ممكن توصل يعني تعدل النتيجة. 20 ثانية يعني كافية باش تقلب المباراة. اذا انذار في حق سكوري. الانذار في حق المصري. كيفقد اما انه يلعب على تسجيل النقاط واما يخلي الخصم ديالو يرتكب خطا. نعم. اذا عنده ثلاثه ديال الانذارات مازال ما دخلش في اتوشي باراكو ما دخلش ارتكب الخطا. 10 ثواني الى الخصم ديالو ارتكب خطا غتقلب الايه. نعم خطا فعلا. خطا ديال اما الهروب او المسك او الخروج. اذا 10 ثواني ممكن يوقع فيها كل شيء. اذا هذه طريقه باش غادي يسترجع الانفاس ديالو. إذا مباراة صعبة. الثانية اللي هي صعب. للأسف فقدنا ميدالية أخرى ليس كذلك في المرحلة أو ميدالية ذهبية في ريو عصر ميدالية الفضية للبطل السوري. للأسف كان سنستفيد ميدالية أخرى. يعني هكذا هي الأمور في هذه المنافسة الخاصة بهذا اليوم. غادي نعرجوا بعد لحظات على وزن أقل من 68 كيلوغرام مواجهة جزائرية مصرية. والواضح على ان هنالك معتوب لميا في مواجهه عبد العزيز فريال ومواجهتات تستفيد منها اطلاقات. لكن القادم احنا ان شاء الله معتوب لميا في الجزائر.